تحياتي وأهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم الحقيقة. كل سنة وحضراتكم بألف خير وسعادة. دايما بنسمع أن مصر ورمضان جوه مصر ليه دايما طعم مختلف عن أي بلد تانية، وكعادة رمضان دايما بيجري بينا وبيخلص بسرعة. يعني مين يصدق أنه فات 3 أيام بالسرعة دي؟ محدش يصدق يعني، بس دي عادة رمضان، ضيف خفيف سريع ولكن وزنه كبير، سواء كان يعني عندنا وقيمته الكبيرة في قلوبنا أو قيمته عند ربنا سبحانه وتعالى. ناس كتيرة مننا بتقول إن رمضان هو شهر كريم، لكن يمكن كتير من الناس بيسمعوا كلمة الكرم لكن مش بيدركوا معناها بالشكل العميق، لأن الكرم والخير اللي بيجي مع رمضان هو في حد ذاته نعمة كبيرة جدا ونعمة عظيمة جدا، لازم ان احنا في كل لحظة وفي كل ثانية نحمد ربنا عليها سبحانه وتعالى دايما. وهنا برضو احنا ما نقصدش نعمة الاكل والشرب والاشياء والتفاصيل المادية، وان كانت برضو نعمة يعني واجبة الشكر لربنا سبحانه وتعالى، ولكن في نعم تانية عظيمة جدا وكبيرة جدا، نعم معنوية الحقيقة وروحية دايما احنا بنحسها في رمضان، وده اللي بيخلينا ان احنا نشتاق من رمضان لرمضان تاني. نعمة العيلة، اللمة، وجودنا وسط اهلنا وقرايبنا وجيراننا، والجو الحميمي والاسري اللي بيحصل في رمضان استحالة ان حضرتك هتشوفه في اي بلد تاني غير مصر. والحقيقة هو مش تحيز لمصر، وإن كان برضو لو تحيز أنا ما عنديش مشكلة، أنا متحيزة لمصر، لكن دي حقيقة بشهادة أشقائنا وإخواتنا العرب مثلا لما بيجوا يقضوا شهر رمضان جوه مصر، أو أي ضيف عزيز بيجي يقيم في مصر من بلده ويقول إن مصر فعلا رمضان فيها حاجة تانية. تفاصيل رمضان في مصر دايما بيبقى ليه أحاسيس مختلفة، سواء كان في الزمن الجميل، لأن احنا دايما بنحن للزمن الجميل ودايما بنحس كده بالجو اللي هو النوستالجا أو التفاصيل القديمة والذكريات القديمة يعني. ويمكن برضو أن الحياة زمان كانت أبسط من كده بكتير. طعم رمضان كان مش قادرة أقول لحضراتكم أن البهجة اختلفت، ولكن كان رمضان بسيط جدا جدا، كان محدد جدا جدا. ومع ذلك سبحان الله رمضان كل سنة مع التقدم اللي بيحصل ومع التطور اللي بيحصل، ونقول هو فين رمضان بتاع زمان؟ لا، هو رمضان سبحان الله بيجي كل سنة بفرحته وبهجته في الشوارع وبتفاصيله في مصر. ولما تيجي تنزل كده وتشوف تحضيرات رمضان واستقباله في الشوارع اللي خاصة بمصر القديمة وفرحة الناس واستقبالها من كل الفئات والطبقات، هتعرف يعني ايه نعمة استقبال شهر رمضان وانت في مصر. حاجة كده والله ما ينفع ان احنا نتكلم او نعبر بيها عن الكلام. ولما يجي يدخل رمضان، تعال شوف الاجواء اللي خاصة بتحضير الفطار ومساعدة الناس، وان كلنا مع بعض. يعني انا اعتقد ان مفيش حد في مصر الخير ما بيوصلوش، سواء كان على الفطار، سواء كان على السحور، سواء كان في أي وقت في رمضان، الخير بيوصل لكل بيت في مصر، سواء كان جارك، سواء كنت حد تعرفه، سواء أي بيت في مصر هتلاقي إن الخير دايما بيوصله. في بيتك أنت نفسه لما بتيجي تحضر سفرتك، ولما تيجي تشوف عيلتك، ولما تكون وسط قرايبك، ولما تيجي تستنى وفرحة القرآن قبل المغرب في الإذاعة، نسمع إذاعة القرآن الكريم ولسه بنمسك الكوباية وإحنا مستعدين ومستنيين المؤذن يأذن الأذان عشان نشرب وندعي الدعوة التي لا ترد زي ما ربنا سبحانه وتعالى وعدنا، والبرامج التلفزيونية الجميلة والمسلسلات اللي الحقيقة برضو السنة دي الشركة المتحدة يعني عاملة بصمة رائعة في المسلسلات السنة دي، وإن مصر زي ما هي موجودة في الدراما ومتصدرة الدراما بشكل كبير، وبنشوف أمهاتنا قد إيه دايما بتحضر لنا أجمل التفاصيل والأكلات الرمضانية اللي ممكن إحنا ما بنشوفهاش في السفرة غير كل فين وفين برضو، بس هي بتكون بتحضرها من بساط كده وتفاصيل جميلة.
وبنشوف الأطفال والفوانيس والضحكات وكل التفاصيل اللي احنا مهما عبرنا عنها الحقيقة مش هتكفي ولا توفي. يعني في الحلقة النهاردة وفي المقدمة، والنهاردة تعتبر حلقة رمضانية جدا عشان تعتبر أول حلقة في برنامج الحقيقة في رمضان، وكمان عشان احنا نزلنا منطقة عظيمة جدا وجميلة جدا وتتسم بالخصوصية والهوية المصرية، عشان نشوف الفوانيس في مصر جاية منين وبتتعمل ازاي، والأسطوات المصريين الجدعان بيعملوا الفوانيس دي ازاي، وان احنا لينا بصمتنا الخاصة جدا في الارتباط العادة الجميلة اللي موجودة في كل بيت مصري، ان احنا نشتري فانوس ونشوف تفاصيل المهنة دي وازاي بتتعمل الفوانيس في مصر وباب الخلق وتحت الربع والدرب الأحمر وكل المناطق الجميلة اللي في مصر، في مصر القديمة ازاي استقبلت وبتستقبل شهر رمضان الكريم. ده هيكون في الجزء الثاني من حلقتنا النهاردة. نزلنا مع حضراتكم وشفنا الجولة الجميلة دي واستمتعنا بيها جدا، وإن شاء الله تستمتعوا بيها معنا. وإن شاء الله بعد المقدمة كمان هنشوف إيه أخبار صحتنا في رمضان والصيام، وإزاي نستثمره صح في عاداتنا الغذائية السليمة. رمضان كل تفاصيله مبهجة وجميلة وفيها رزق واسع، بس يعني دايما ندعي كده في كل ليلة من ليالي رمضان الجميلة إن ربنا يرزقنا البصيرة ويرزقنا دايما يعني نعمة إن إحنا ندرك رزق رمضان وقيمة رمضان، في إن إحنا يعني نتغير بشكل أفضل وأحسن بعد الشهر الكريم إن شاء الله، سواء كان في عاداتنا الصحية أو الغذائية أو حتى كمان الشخصية الداخلية الروحية. درجة القرب المعلومة دي، هل آخر تفاصيل الخاصة بهذا الاجتماع فعلا في دقة جدا في عملية الترميم؟ دايما وضع مرضى القلب يعني ربنا يشفيهم يا رب بتختلف من شخص للتاني خلال شهر رمضان، بناء طبعا على الحالة الصحية ومدى قدرة الشخص على الصيام. في ناس بتشوف طبعا ان صيام شهر رمضان بيكون ليه فائدة صحية كبيرة، ودي حقيقة على فكرة، يعني مش بتشوف كده كوجهة نظر، لكن دي حقيقة علمية ان الصيام ليه فوائد صحية كبيرة جدا. ويمكن احنا ان شاء الله في حلقاتنا في هذا الشهر الكريم نقدر ان احنا نتكلم فيه اكتر واكتر. لكن في المقابل في مرضى القلب بيكونوا عرضة لمخاطر لو ما التزموش باستشارة الطبيب وتطبيق كمان النصائح اللازمة. خلونا الحقيقة نعرف النصائح دي هاتفيا من دكتور عمرو الحديدي، استاذ امراض القلب. يا دكتور عمرو اهلا وسهلا بحضرتك ورمضان كريم. الله أكرم وكل سنة وأنتم طيبين وعلى الشعب المصري كله. لو نتكلم على النصائح كده وندخل في الموضوع على طول، اللي حضرتك توجهها لأي مريض قلبي يعني ربنا يعني يشفيه وعايز يصوم رمضان ويستفيد كمان من يعني فوائد الصيام. أنا عايز أقول حاجة مهمة جدا ولازم برضو يبقى عارف مريض القلب إن الصيام مفيد جدا ليه. الصيام مفيد ليه؟ اولا هو بينظم الدوره الدمويه بطريقه ممتازه غير في الايام العاديه. اولا بيبقى عنده فتره للقلب ان هو ما يبقاش عليه جهد، انت عارفه حضرتك الاكل والشرب والكلام ده كله بيعمل مجهود وبالتالي بيزود الدوره الدمويه وبالتالي بيزود بيعمل حمل على القلب. لكن اللي انا عايز اقوله في حالات طبعا معينه من امراض القلب بتبقى تبع الطبيب القلب المتابع له هو اللي بيقول له امتى اذا كنت تكمل صيام او تفطر. الفكره انه الصيام زي ما قلنا مفيد جدا انه بينظم الدوره الدمويه. الاهم حاجه واهم نصيحه الميه اللي بعد الفطار ونبعد عن كل ما هو دهني، اي حاجه فيها الكوليسترول العالي والدهون بالذات المشبعه كل ده بيعمل حمل كبير جدا على
القلب. وبالتالي لما بناخد الوجبتين باليوم اللي هو في أثناء الفطار والسحور بينظم جدا، إنه بيقلل كمان المجهود اللي على القلب وعلى شرايين القلب. طيب دكتور عمرو، يمكن يعني مثلا نصيحة زي نصيحة شرب المية الكتير بعد الفطار، أعتقد دي مش برضو مش ملزمة لمريض القلب، يعني أعتقد دي لأي حد سواء كان مريض قلب أو مش مريض قلب. فكرة إن تعويض السوائل في شرب المية ده شيء مفيد جدا جدا. طب أنا لو عايزة أحمي نفسي من أمراض القلب أقدر أعمل إيه، واستثمر إزاي الصيام بشكل إيجابي جدا في صحتي؟ أول حاجة، أول ما الأذان يبقى الإنسان يقدر يفطر، يبقى لازم أول حاجة إن هو ما يخشش على السفرة ويأكل، لا ما ينفعش. هو يأكل تمر، زي ما ده الأحسن حاجة في بداية الإفطار، إن أنت تاخد تمر أو اثنين أو ثلاثة، وبعد كده تروح تصلي وترجع تبتدي الفطار بتاعك. وبرضه بداية الفطار ما تبقاش الاكل السمين، يعني الاحسن نصيحه ان انت ما تفطرش كله في وقت الفطار، يعني اوزع يعني اوزع الاكل نفسه بعد ما بتصلي العشاء والتراويح، تبتدي تاكل. وده احسن طريقه ان الاكل الرئيسي ما يبقاش زي ما بنقول بيجي على المعده مره واحده يبليها اكل، وده بيعمل مشاكل كتيره جدا. وبالتالي يعني الشوربه كويسه، الحاجات الخفيفه، الخضروات، الحبوب الكامله، الخبز الاسمر بالذات لمرضى السكر ومرضى القلب، كل الكلام ده مفيد جدا جدا للعيش الاسمر. ما يبقاش العيش الابيض والمنتجات كلها دي بتعمل مشاكل وبترفع الكوليسترول وبترفع السكر وبرضه بتلخبط ضغط الدم. كل الحاجات دي مهم جدا للانسان. حاجه بقى اللي انا عايز اقولها ان الرياضه مهمه جدا قبل الفطار، قبل مش بعد الفطار. الناس كلها بتقول لك لا ده احسن وقت للرياضه المشي او الجري او الرياضه الخفيفه قبل الفطار، مفيده جدا جدا لمرضى القلب والانسان العادي. المشي يعني مثلا لو احنا بنتكلم مشي مثلا نص ساعه لساعه، ممتاز. لان بعد الفطار محدش بيعمل طبعا، كله بيتقل. طيب لو احنا بنتكلم يا دكتور برضو على وجبه السحور، لان الوجبه دي يعني في ناس ما بتقدرش ان هي تفطر كويس قوي يعني، فتيجي بقى تلاقيها كل الجوع بتاع اليوم انصب بقى في وجبه السحور، ودي بتبقى طبعا اكيد يعني، وحضرتك مش عارفه تشاركني الراي ولا تختلف، ان هي بتبقى خطر جدا. لان هو ده اكتر وقت بتاكل وتنام. بالظبط كده، المشكله ان احنا لازم يبقى متوازن الفطار والسحور، ما يبقاش كله في وجبه واحده. وهي ميزه كويسه جدا للناس اللي عايزه تفقد وزن او تخس، مفيد جدا ان يبقى عندك اللي هو احنا كنا زمان احنا ندور نقول عايزين الصيام المتقطع، انت عندك الصيام اهو موجود، فانت تستفيدي في الفتره دي الناس تخس وتفقد الوزن عشان الكوليسترول يتظبط وعشان السكر يتظبط وعشان القلب ينتظم وعشان الضغط ينتظم. طيب الحلويات طبعا، وما أدراك ما الحلويات في شهر رمضان يا دكتور عمرو، حضرتك أكيد عارف. نصايح برضو اللي احنا نقدر نوجهها للسادة المشاهدين بشكل عام ولمرضى القلب بشكل خاص في موضوع الحلويات ده. بصي، هو الحلويات دي كلها عادة، فأنت لو انت حاولتي تخلصي من العادة دي هتبقى أفضل حاجة. ما قلتش حرمان، إنما ممكن يبقى حاجات بسيطة بس الإحساس يوميا. هي الفكرة في يوميا والكمية، العادة لا يعني مش الانتظام فيها يعني. ده يعني شوف، الناس بتبعد جدا جدا عن الفاكهة فترة رمضان، بالعكس ده هي احسن فترة للفاكهة هي في رمضان. وان احنا نحاول ان احنا الانسان يبقى محتاج حاجة شوية فيها شوية سكريات عشان يبقى حاسس ان هو الطاقة رجعت، فانت محتاج تخليها في الحاجات الطبيعية وبلاش اللي هي المكسرات بقى والبسبوسة والكنافة والحاجات اللي احنا مشهورين فيها ان احنا بنجيبها اكتر في رمضان. صحيح، مشكله كبيره الحقيقه، هي عاده سيئه جدا. طيب سؤالي الاخير لحضرتك، هل في يعني بعض الحالات اللي احنا نقدر نقول لها ما ينفعش تصوم في رمضان من مرضى القلب؟ بصي هقول لك حاجه، هو احنا عندنا مشكلتين بنخاف منهم، اللزوجه اللي في الدم، واللزوجه دي مع الصيام فتره طول فتره الصيام. ففي بعض المرضى اللي هم الشريان التاجي وتركيب دعامات جديده لسه للقلب، ممكن لسه حديثه حالا يعني لسه مركبه في الفتره دي،
بيبقى عليها كل انسان او كل مريض يختلف من مريض لاخر على حسب شرايين القلب وعلى حسب عضله القلب، وده اللي بيحددها عشان ما تبقاش حاجه عامه هو الطبيب المعالج، لان كل حاله مختلفه. ما ينفعش تعممي تقولي ان مريض القلب، لا، هو مريض القلب الصيام مفيد. دكتور عمرو الحديدي أستاذ أمراض القلب، طبعا أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات والنصائح اللي طبعا إحنا يعني في حاجة ليها جدا، خاصة في عادات الأكل في شهر رمضان الكريم. كل سنة وحضراتكم بألف خير وسعادة. هنروح بقى دلوقتي لمنطقة تحت الربع في يعني باب الخلق في مصر القديمة، عشان نعرف كده سر الصنعة زي ما بنقول كده في الفوانيس، واستقبال شهر رمضان الكريم في هذه المنطقة الجميلة العظيمة اللي أكيد أي حد مننا بينزلها في الوقت ده في رمضان بيحس بشعور مختلف جدا 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 عن أي منطقة تانية. رمضان في مصر يعني زي ما بنقول كده حاجة تانية، والسر في التفاصيل في كل منطقة، لكن المنطقة دي تحديدا ليها خصوصية شديدة جدا 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 لأي حد نزلها ولأي حد استمتع بالتسوق فيها، وإن هو يشوف تفاصيل واستقبال رمضان الكريم فيها. نشوف وبإذن الله نقابلكم بكرة على خير بإذن الله. رمضان في مصر حاجة تانية، والسر في التفاصيل. رمضان في مصر غير الدنيا، طعمه بطعم النيل. رمضان في مصر حاجة تانية، والسر في التفاصيل. احنا هنا جوه التفاصيل. احنا فين تحديدا؟ احنا في القاهرة القديمة ما بين باب الخلق ضرب البرابرة، وتحديدا في تحت الرابعة. ليه؟ عشان نرصد مع حضراتكم التفاصيل وحقيقتها وجمالها وتفردها اللي مش هتلاقيها إلا هنا في مصر بس، وسط ناسها وأهلها الجدعان اللي موجودين بيستقبلوا شهر رمضان الكريم. كل سنة وحضراتكم طيبين. الفانوس المصري ايه حكايته؟ ايه تاريخه؟ الصنعة نفسها والحرفة أخبارها إيه؟ والخيامية وتفاصيلها واستقبال المصريين وإقبالهم على الشراء والبهجة والاحتفال في استقبال شهر رمضان الكريم. كل ده هنحاول على قد ما نقدر نرصد وإحنا جوه التفاصيل. إيه سر البهجة في مصر؟ إيه سر اختلافها في مصر؟ ده اللي إحنا هنعيشه مع حضراتكم في فقرتنا الخاصة جدا 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 النهاردة من القاهرة القديمة، وتحديدا من منطقة تحت الرابعة، عشان نرصد فانوس رمضان وتفاصيل رمضان كلها. كل سنة وحضراتكم طيبين. في كل حتة بنتمشى فوانيس وزينة في الشارع، صوت الأذان يدخل قلبك ونصلي تراويح في الجامع. تخيل لما تكون بتشتغل في شغلانة انت بتحبها بقالك 60 سنة، ومش بس كده، مش بس ان انت بتشتغل في شغلانة انت تعتبر فيها فنان بتبدع فيها وبتتميز فيها لنفسك والاسمك والبلدك، لأن كمان انت وارث الحرفة دي والصنعة دي من أجدادك اللي يعتبروا في الحتة اللي احنا فيها دي في تحت الرابع في القاهرة القديمة، هم اللي أسسوا الفانوس المصري في العصر الفاطمي. عايزين نعرف القصة أكتر الحقيقة، لأن احنا قاعدين مع زعيم الأسطوات هنا في المنطقة، عم مجدي او لسطى مجدي بقى، عشان نحكي معاه كده ويحكي لنا ويعرفنا اكتر ايه حكايه ان عيلته هي اللي اسست الفانوس الفاطمي اللي هو يعتبر ليه طابع مصري جدا جدا، وهم اول من ابدعوا في اشكاله وانواعه الكتيره جدا النحاسيه. هنعرف القصه دي اكتر من عم مجدي. يا عم مجدي أهلاً وسهلاً. كل سنة وحضرتك طيب. أهلاً وانتم رمضان طيب. كريم. ربنا أكرمك. والشغل بديع وجميل. ربنا كريم. الله ربنا يخليك. كريم. ربنا احكي كريم. لي بقى حكاية عيلة أبو العدب. هو الفانوس رمضان ليه قصة. قصته وفرحة المصريين بيه إن جه معز الدين لاي الفاطمي يوم 5 رمضان. طبعاً في الوقت اللي جه معز الدين لاي الفاطمي مصر، ما كانش فيه كهرباء ولا كان فيه حاجة، كان عايشين بالكلوبات. صح. ففرحانين بيه عملوا ايه؟ خرجوا عليه الأطفال والناس، ولعوا لمؤاخذة ولعوا علبة فيها شمع. علبة فيها شمع. ما كانش حد يعرف حاجة اسمها فانوس. عن الفانوس خالص. فالسمكرية قالوا ايه؟
قالوا بدل ما الناس تخرج كده بالعلبه فيها شمعه واحنا معز دين الفاطمي عندنا في مصر واحنا فرحانين بيه، لا احنا نعمل فانوس. ده المصريين هم اللي فكروا في الفكره دي. ايوه ايوه، ان هم يفننوا في شكل العلبه ومشمعه دي. فالمهم بعديها السنه اللي بعديها على طول الاخوه السمكريه القدام اللي هم من مده معز الدين الفاطمي راحوا عاملين فانوس باسمه فاروق بباب يتحط فيه الشمعه. ويبقوا فرحانين بيه في رمضان وينزلوا يغنوا وينزلوا يفرحوا زي ما بنسمع كده. ايه من تاريخ الحكايه دي السنه اللي بعديها على طول راح خارجين بفانوس في بيتفتح من تحت ويتحط الشمعه. يعني يطوروا الفانوس بسرعه كمان. كل سنه بقينا نطور في المهنه ونطور في الفانوس ونحبب الشعب في الفانوس بتاع رمضان. يعني اللي عنده فانوس برضه ياخد، اللي عنده مثلا فانوسين ياخد فانوس. ليه؟ كل سنه بيبقى شكل الفانوس الفاطمي فانوس جديد اكتر. لما جم بقى من قيمه حوالي 10 سنين ولا 5 سنين الصينيين عملوا فانوس بيغني، عملوا لعبه اطفال بتغني. ما ثبتتش ان هي ايه، ان ده فانوس رمضان. لا مش شبهه. مش شبهه. عملوا حاجه بلاستيك كده وبتاعه بتغني وتقول وحو يا وحو، انما ما عملتش معانا حاجه، ما اثرتش معانا احنا حاجه. لا الفانوس المصري ليه بصمته. يعني هقول لك على حاجه. فضل. لما جه مفيد فوزي هنا لقى عندي بونه من نيويورك. قام بيقول لها الله في نيويورك بتستعملوا فانوس رمضان؟ قالت له انا بقالي 17 سنه باخد طياره بحالها من عم مجدي وعايشه في نيويورك. قعد يتكلم معاها. فانا عندي جميع انحاء الدول العربيه، هي دوله واحده بس امريكا هي اللي ايه اللي بعيد عن الدول العربيه، جميع الدول العربيه بتاخد. طب ليه بيحبوا الفانوس المصري؟ حلو وليه شمخه. حلو وليه شمخه. لما بيجي يحطوا في على باب فيلا بيحطوا فانوس كبير، بيحطوا فانوس رمضان. بيجي مثلا على باب جامع يحطوا فانوسين، على باب مثلا قصر يحطوا فانوسين رمضان، ما بيحطوش حاجه غير كده، ما بيحطوش حاجه غير حاجه رمضان. لما تيجي تحسي ان يقعدوا مثلا 5 أشهر الدول العربيه بتسحب مني البضاعه اللي هي بتتعمل طول السنه، ها حبهم فانوس رمضان وبعدين مصلحه شغل ليهم. طبعا اكيد. ومفيش جت في مره سوريا عملت الفانوس. عملته ايه؟ عملته على التصبيح كده متطبقه، ما مشيتش معاهم سنه واحده. انما لما بصوا الفانوس اللي احنا اللي بياخدوه يسافروا جميع الدول العربيه بيه من المصري بتاعنا. انا ما فيش حد في الدول العربيه ما بياخدش مني. طول السنه ولا بس في رمضان؟ لا ماليش دعوه برمضان. انا ما بتعاملش في رمضان. انا رجب وشعبان وجماد اول وجماد تاني، دول جميع الدول العربيه بتاخد البضاعه تبقى عندهم. ده في حاجه تانيه الشعب ما يعرفش. إيه؟ اولا في مولد النبي اللي بيشتغل اللي بيستعمله فانوس رمضان ليبيا. في مولد النبي بس بيستعملوه كده، بيستعملوه في ليبيا. يعني بياخدوا كميات جامده ويستعملوها لمولد النبي بس لان هو بيحب الفانوس في المولد النبوي. واخد بالك؟ فدي حاجه في ناس كتير ما تعرفهاش. طيب تطوير الصناعه نفسها بقى اختلفت ازاي؟ يعني انت حضرتك ربنا يديك الصحه يا رب. انت قلت لي ان انت بتشتغل في المهنه دي من وانت عندك 5 سنين. وعن اجدادك. ايوه ايه اللي اتطور في المهنه؟ بتتطور ازاي كل سنه عن التاني؟ احنا بنقعد يوم 5 رمضان. انا وولادي، واخد بالك؟ فبنعمل فانوس ونقف نبص عليه، هل الفانوس ده هيبقى شكله جميل؟ هل الفانوس ده هيبقى محترم؟ هل الفانوس ده هيبقى عليه اقبال؟ لما نلاقي الفانوس عليه اقبال مش احنا عجبنا احنا. مش لازم ان يعجب اللي هيجي بعد كده يشتري. لا ما عجبنا، لو لقينا فيه لوحه، لو لقينا فيه مش مظبوط، لو لقينا فيه الالوان بتاعته مش طبيعي، لو لقينا فيه الحاجات اللي هي الحاجه اللي 100 100 نقول امين،
نعمل منها الألوفات اللي احنا بنعملها. ده يوم 5 رمضان يعني بعد ما ينتهي يعتبر الموسم بالنسبة لك في الأول يعني تبدأ بقى تبتكر نبدأ للجديد للجديد للسنة الجديدة للجديد. طيب انت أول حاجة بتبدأ بيها جسم الفانوس ولا ألوانه وشكله؟ لا 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 زغرفته. عندنا عمال بنات بتطبع الإزاز اللي عليه الآيات القرآنية. بنات بس دول لوحديهم. دول لوحديهم في مكان لوحديهم. واللي بيجمع الفانوس من بيقطع الازاز على المقاسات اللي انا اقول له عليها واحد مثلا بياخدوا منه الازاز البنات يطبعوه على الطباعه اللي انا اقول لهم عليها. واخد بال حضرتك؟ بنيجي بقى ايه بيجي مثلا ناس تاخد الازاز المطبوع تجمع عليه الخامة اللي هيركب عليها الإزاز بتاع تجميع الإزاز. بنفضل كده لحد الفانوس ما يقف. يعني الموضوع مش سهل برضو. لا مفيش حاجة سهل. ويدوي. مفيش حاجة سهل. موضوع يدوي. يدوي ومفيش حاجة مستوردة. ما بنجيبش خامة كله مصري. لا 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 مفيش خامة مستوردة بنجيبها. طب بقى هجيلك في النقطة اللي بتهم ناس كتيرة بقى. عم مجدي. الأسعار. احكيلي عنها. هقول لحضرتك احنا لينا تموين فاحنا ما بنغليش على العملاء عشان العميل ما يكرهش المهنه. عشان العميل ما يكرهش المهنه المهنه. وبعدين احنا كمان المحافظات هنا بيجي ياخدوا يجي يقول لك ايه لا يا عم ده عم مجدي وولاده ارخص ناس في السوق في اي منطقه وجوده عاليه. وجوده عاليه وبنشتغل بخامه نقدر يعني طنطا بتعمل فوانيس بتعملها ايه بتعملها بمطنار. احنا بنشتغلش بمطنار بنشتغل بقلفونيه وازير طاهر عشان يبقى الفانوس جامد عشان يبقى فانوس محترم. انا عندي فانوس ب 14000 جنيه. ياه ده ليه بقى؟ اللي هو الصناعه. يعني عشان حجمه ولا عشان الشغل؟ وفي شغل. يعني الفانوس هو طوله مثلا 5 متر في 6 عيال. ست اولاد كل جنب في ايه ولد. واخده بالك؟ ولد ده اللي هو فانوس يعني ولا فانوس تاني فانوس تاني لازق فيه. ده اسمه ابو ولاد. ده بيجوا ياخدوه الفنادق. بيجي ياخدوه سافروه بره. بيجي ياخدوه في السعوديه. بيجي يقول لك عايز 5 بنعمل له الخمسه ونوقفهم ونشحنهم ونبعتهم له. انت كمان اللي بتشحن. ايوه عشان ايه اضمن ان هيروح لك الحاجه زي ما انا عاملها. ما بتاعت نيويورك عملت ايه من قيمه قالت لي انا هشحن. قلت لها ماشي. قالت لي هودي المطار. قلت لها ماشي. خدت الناس يقفلوا لها الشغل بعديها ب 14 يوم جاتني قالت لي الحقني. قلت لها ايه في ايه اللي حصل؟ قالت لي الناس اللي غلفوا لي الشغل بهدلوا لي الشغل والدغدغ كله. قلت لها ابعتي عربيات تحمل وتجيب لي الحاجه على هنا واطلعها على الورشه وما تحتليش اهم حاجه. فهي عميله بقى لها 17 سنه طبعا. لما جيت في فوضى قبلها قالت له انا بقى لي 17 سنه وما اقدرش اخد طياره بحالها فوانيس اللي من عند عم مجدي. طيب عم مجدي لو احنا بنتكلم بقى على الكتابات اللي موجوده على الفانوس دي برضو والرسومات والهلال والنجوم والحاجات كل الحاجات دي ليها استنباط عندنا. ليها استنبة تتحط على البوية وتتحط على اللي احنا عايزينه. واخد بال حضرتك؟ لازم كل حاجة ليها استنبة. وفي ناس بتيجي تقول لك انا عايزة الشغل سادة خالص. مش عايزة كتابة ولا زغرفة ولا اي حاجة. يعني زي السنة اللي قبل اللي فاتت لما عملنا محمد صلاح على الفوانيس. بقت الناس كلها تيجي تاخد الجماعة بتوع القطاعي بقى بتوع المحافظات ياخدوا الشغل اللي احنا بنعمله لمحمد صلاح. وكان الفانوس نحاس برضو ولا لا؟ لا مفيش فانوس نحاس. مفيش فانوس نحاس في ال اما المواد الماده الخامه الاساسيه الماده صفيح بس لونه طبيعي. مش مرشوش لونه طبيعي. اللون بتاع الالواح الالواح نفسها اللوح. اصفر ابيض فضي يتعمل على نفس الخامه اللي احنا بنعملها وبنأسسها. وبعدين عندي مثلا فانوس يعني بيجي ناس تقول لك انا عايزه 100 من اللي هو ب 20 جنيه.
موجود موجود كل الاسعار موجوده وكل الاسعار موجوده. وفي ناس بيجيني في ناس انا بيجيني يقول لي مثلا ايه دول عندي ثلاث عيال يوتما اقول له ادي اديها ثلاث فوانيس خليها تمشي ربنا يبارك في مفيش حتى كله من عند ربنا طبعا مفيش حد بيدي حد حاجه من معاه صح كله من عند ربنا ربنا بيسخرنا البعض قوي 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 ربنا يكرمنا بس كل سنه وانت طيب يا احمد والسلامة نورتنا الله يخليك ودايما شغلك الجميل ده هو اللي بيسمع جوه مصر وبره مصر الله يخليك الله يخليك شكرا يا عمي شكرا مرحب شهر الصوم مرحب لياليك عادت في امان بعد انتظارنا وشوقنا اليك جيت يا رمضان مرحب بقدومك يا رمضان ونعيش ونصومك يا رمضان مرحب بقدومك يا رمضان ونعيش ونصومك يا رمضان بعد انتظارنا وشوقنا اليك جيت يا رمضان. محدش يقدر ينكر ان فانوس رمضان هو جزء من بهجة اي بيت مصري في رمضان. حقيقة الفانوس العائلات في مصر وبره مصر الحقيقة زي كده ما احنا عارفين ان الفانوس المصري ليه بصمته وليه فرحته وليه فنه الخاص جدا البديع. اي أسرة مصرية هتلاقي ان بهجة اولادها بتتولد وفي استقبالهم لرمضان من ان هم يشتروا لهم فانوس رمضان. احنا هنا بقى في جوه تفاصيل فوانيس رمضان. احنا في يعني فرشه للفوانيس هنا في تحت الرابع وتحديدا في القاهره القديمه مع كريم عشان يعرفنا اكتر الناس بتحب الفوانيس فعلا الصفيح والنحاسيه اكتر ولا الفوانيس مثلا اللي فيها موسيقى عشان اطفالها. يعني هنعرف منه اكتر اقبال المصريين على الفوانيس بيبقى عامل ازاي وشكله عامل ازاي. كريم كل سنه وانت طيب. طيبه ما شاء الله عندك الفوانيس كلها مبهجه وجميله وبديعه والواناتها تحفه يعني ربنا شايفه مصريين كتير والستات الحقيقه هم المتصدرين المشهد بيطلبوا ايه او ايه اكتر حاجه بتعجبهم في شكل الفوانيس؟ والله بس هو الفانوس الصاج لازم يبقى يعني طالما شهر رمضان داخل علينا يبقى لازم فيه فانوس. هو ده يعني العادات والتقاليد. في بقى الخشب ده بيبقى للاطفال خشب بينور ويغني والكلام ده لكن هو الصاج هو اقدم حاجه يعني الصاج والنحاس والصفيح النحاس هو الصاج هو الصفيح يعني هو واحد لكن النحاس ده حاجه جديده يعني ده بيبقى ديكور كده ما بيبقاش فيه الاحجام الكبيره زي اللي موجوده ورانا دي. لكن الصاج هو اللي بيستحمل حتى نحت الاشكال هو ده اللي بيبقى فيه رسومات هو ده اللي بينفع يتعمل عليه رسومات ينفع عليه تعمل اشكال ينفع على الازاز يتعمل فيه رسومات كده يعني. في كمان الفانوس الخشب بقاله كذا سنه برضو بينافس الصاج ما بينافسوش بس هو الصاج يعني هو ده بس هو احجامه دايما بتبقى صغيره الخشب لا في منه مقاسات كبيره بس يعني بتبقى مش كتير ما بيبقاش اشكالها كتير يعني محدوده بيبقى الاقبال اكتر على الصاج لا على الصاج صغير ولا كبير في احجامه في كل الاحجام الكبيره دي طبعا بتتاخد في المطاعم في الفنادق في المحلات التجاريه كده يعني لكن في منه برضه فوانيس صغيره بتبقى في البيوت بس في حاجات بتتعلق في البلكونات بتتعلق فاهماني في كمان المصريين في الفترة الأخيرة بيحبوا يشتروا أشكال ديكورية كده في حاجات كتير نزلت تاني خيامة فانوس وهلال وحاجات مكتوب عليها رمضان كريم في حاجات لو حضرتك عايزة لسه بتعمليها شكل معين أو حاجة معينة يعني من حضرتك عايزة تصمميها بتتصمم عادي خشب أو بيجوا مثلا قبل رمضان يطلبوها منك؟ قبليها بفتره بيطلبوها احنا بنعملها على حسب التصميم بقى على حسب بقى التصميم طبعا يعني على حسب التصميم لو حاجه كبيره طبعا لازم تديني وقت يعني طيب لو احنا بنتكلم برضو يا كريم في فكره بعد رمضان انت برضو بتبقى شغال في الفوانيس ولا في حاجه ثانيه؟ بتتصنع بقى يعني احنا من بعد شهر رمضان اول ما بيجي شهر رمضان بنبطل بقى طبعا بيع فوانيس ما فيش حد خلاص يعني الموسم خلص فبنبتدي بقى ان احنا نصنع للسنه الجايه
فبتبدا الورش بقى. الورش كلها بتفضل شغاله بقيه السنه كلها، طول السنه كلها الورش شغاله. طب ايه الاشكال الجديده السنه دي في الفانوس الصاج مثلا او الخشب اللي ظهرت؟ لا هو الاشكال هي هي بتبقى تقريبا هي هي، بس يبدا الرسومات مثلا على الازاز هي اللي مختلفه شويه. الازاز هو اللي بيبقى مختلف. لكن الجسم السداسي او لا هو كله يعني هو كله تقريبا لو بصيتي في كل فانوس هتلاقيه كلهم شبه بعض، يعني تحس ان كلهم شبه بعض، بس طبعا في اختلافات بقى يعني بيحاولوا يزودوا حاجات او مقاسات تانية، فدي بس الاختلافات. الاطفال بيجذبها ايه اكتر؟ طبعا الحاجات اللي بتنور وتغني، الخشب والكلام ده. لكن ما فيش حاجه بتغني، الخشب بينور. الخشب بيغني لكن الصاج لا، الصاج بينور بس. انت كمان يعني كريم، الحقيقه فوانيس الصاج دايما بنلاقي ان احنا لازم نجيب كهربائي عشان يساعدنا عشان يحط لنا. لا هي الفكره كلها هي لمبه وسلك، الموضوع بسيط جدا. هنا هو حاطط اللمبه وكل حاجه، فانت بتجيب الفانوس بس بتحطه عندك على في البيت، بتبقى الدنيا مختلفه خالص. فدي برضو فكره انا اول مره اشوفها في رمضان السنه دي عندك. لا في حاجات احنا بنحاول ان احنا نسهل الدنيا شويه علشان يعني الاسعار والكلام ده، فاحنا بنحاول ان احنا نساعد الزبون ان هو الحاجه كلها ياخدها جاهزة على طول، مش هيروح بقى ويجيب كل سنة وانت طيب يا كريم. وحريك طيب. شكرا جزيلا. افرحوا يا بناتي يا لونيتو، رمضان منور فوانيسو، يا حلاوة الدين والقمر الدين، يا حلاوة الدين والقمر الدين، وكياس النقل وقرطيسو. الحقيقة كلنا دايما بنسمع عن سمكري العربيات، لكن اننا نسمع عن سمكري الفوانيس، المهنة والحرفة اللي متعلقة بفوانيس رمضان في كل سنة، الحقيقة دي اللي احنا عايزين نقرب منها اكتر اكتر ونعرف ايه تفاصيلها، يعني ايه سمكري فوانيس رمضان. معنا النهاردة عم عصام من اشهر السمكرية اللي موجودين هنا في منطقة تحت الربع وفي منطقة القاهرة القديمة، عشان يقول لنا اصل المهنه دي ايه في مصر، وكمان اهميتها ازاي لو ما فيش مثلا سمكري فوانيس، الفوانيس بتاعتنا دي هتحصل، ممكن يحصل لها ايه او شكلها يبقى عامل ازاي. عم عصام كل سنه وانت طيب. وانت طيبه حضرتك. يعني ايه سمكري فوانيس يا عم عصام؟ سمكري فوانيس رمضان ده من قديم الازل، يعني في المهنه 40 سنه بقى حضرتك. فالفانوس ده اصلا ابا عن جد، يعني شغله فوانيس دي بنعملها ايام الفانوس ابو شمعة. بس دي قبل 40 سنه. دي من قبل، بس هو حاليا كل الشغل ده انقرض، ما بقاش موجود منه خالص، اللي هي السمكره بتاعت اللي الفوانيس، اللي هو الشغل الفانوس اليدوي البلدي اللي هو المربع وابو عرق وفاروق، الشغل الصغير ده اللي كان اصلا فانوس رمضان. انما دلوقتي المهنه اتطورت، بقى في شغل اكبر في حاجات تانية، شغال على مكابس واستنبات والكلام ده كله. انا شايفه كمان في مواد خام كده انت بتستعين بيها، يعني دي ايه مثلا؟ ده الزير اللحام، ودي الالفونيه، وطبعا الشعله دي اللي هي بنشتغل عليها عشان الزير يبقى سخن دايما ويلحم معانا. طب هو يعني الفانوس بيجي لك بعد التصنيع وقبل ما يتباع ولا ايه؟ لا لا، الفانوس احنا بنجيب مجرد ان احنا بنجيب الصفيح خام وبال حضرتك، وعندنا الورشه طبعا بكل الشغل ده عندنا، بحيث ان احنا بنقص الشغل على المقاسات اللي احنا عايزينها، الفورم 20 و30 و40 المقاسات اللي احنا عايزينها كلها، والازاز احنا بنتصل بالتليفون بيتقطع المقاسات اللي احنا بنبلغه بيها، والثمن اللي بيقول عليه بياخده، لان بيودي من عندي بتاع الازاز لبتاع الطباعه، يودي له الشغل الازاز الكميه اللي طالبينها، بحيث ان العربيه تبقى شايله نقله كامله. ما تديش مثلا 100 فانوس ولا 200، لا بيودي. طب هو انت حضرتك بتعمل ايه في الفانوس بالظبط؟ الفانوس هو عباره عن، في فانوس بيبقى خمس اجزاء معايا حضرتك، خمس اجزاء زي كده، اثنين تحت وثلاثه فوق، اللي هو مشطورتين والقله والبلحه، وبعد كده الشرف الكعب، وبعدين مشطوره، وبعدين الازاز السندال اللي احنا بنوديه يتقطع ويترش ويجي كامل معانا. فهو الفانوس احنا بنجمعه حته حته عندنا، بنقصه على ايدينا وبنجمعه على ايدينا. كل ما في الامر عندنا مكابس بتدي الاستنبات اللي احنا عايزينها، يعني من رمضان دلوقتي يخش وعليك خير يخش 10 20 رمضان، احنا نودي الفورمه اللي احنا عايزينها للخراج يطلع لنا شكل جديد. الشكل ده ما بيبقاش موجود عند اي حد، بيبقى موجود عند السمكري معين، لانه بينزل بيه الموسم مفاجاه،
ليه الشغل ده يبقى ما تقلتش ما لحقش يتقلد لان ده فانوس رمضان. انما لو هو شافه في اول السنه 100 ورشه هتعمل عليه يبقى حرق لك الشغل عندك. واخد بالك؟ وطبعا مع غلو الاسعار والحاجات دي كلها خلت الشغل السوق كله مليان شغل بقى له سنتين في كساد. طيب بيع. لو احنا بنتكلم كمان ما بعد رمضان يا عم عصام انت بتعمل ايه طول السنه؟ طول السنه بنشغل وبنصنع فوانيس كميات بتبقى عندك مخزنها. التاجر اللي عاجبه بيجي يشتري واخد بالك عرض وطلب المقاس ده عايزه بتفرق عليه وياخده. يعني بتشتغل في فوانيس برضه؟ في فوانيس آه. انت مجرد ان انت في رمضان بتحضري خاماتك كلها والواناتك يعني السنه كلها الخامات السنه كلها شغل اه انت تطلعي من رمضان تقفلي شغل زي كده. انما ما تستني ايه ما تستنيش استني تاجر يجي لك ما يجيلكش دي مش بتاعت انت بتعملي من راس مالك انت المعين بتشتغل بيه وتخزن لنفسك. اما بيجي يشتري بيشتري على السعر الحالي اللي احنا فيه ان احنا كل يوم والتاني في اسعار عاليه. طب الورشه هنا إيه لا يعني؟ هنا مخزن هنا مخزن يعني احنا جايين هنا بنقفل شغل عند واحد فعندنا الورشه في موجوده في السلام وفي الدرب الاحمر هنا احنا عندنا الورشه هناك بيبقى الوجاء بيبقى محطوط وقاعدين وشغالين ثلاث صناعيه مع بعض وفي واحد بيوصي والكلام ده كله يبقى ورشه متكامله انما مش واحد فردي. لكن انا شايفه مثلا من شويه كنت حضرتك بتعمل ان انت بتعمل لحام زي أيوة لحام كده الفوانيس في شغل جاي من ورش ما لحقش يقفله فلازم يجيب صنايعي يجي يقفله له عنده لان لو ما قفلوش هيبيعه امتى؟ هيتركن بقى ويبقى خلاص خساره بخساره. لكن لازم يجيب صنايعي لو يموتوا ايه هيدفع عشان يلم حاله ويبيعه انما غير كده لا. المهنه بتاعه حضرتك منتشره هنا في ولا انتوا يعني ناس كده تتعدى على الصوابع؟ لا هي ناس تتعدى على الصوابع والبعض منهم غالبين ساب المهنه وراح يشتغل على تكاتك ما نكذبش. ليه بقى الصنعه دي النهارده لما بتروح التاجر بفانوس في ايدك بتقول له عندي العينه دي بنلزمك بكام مش بكام لو هي ب 100 جنيه يقول لك ب 20 عايز يفخس بيها الارض ما هو الاخر عايز ياخد حاجه رخيصه فما فيش الكلام ده. فمن هنا الصناعي ايه ابتدى يتجه لسكه تانية اللي هي ايه عايز اجيب مصروف بيتي وعيالي ادور على اي مصلحه اعملها اجيب توك توك اشتغل عليه هيجيب مصلحه منها. انت عند حضرتك اولاد؟ انا عندي اسلام وعندي داليا وورثتهم لا 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 اسلام سياحه وفنادق وبكريوس وداليا. لكن اجدادك هم اللي ورثوا لك لا دي مورثه ابا عن جد يعني احنا متعلمينها من حبنا فيها ولكن احنا بنقاوح برضه معاه الدنيا بتخبط معانا واحنا دينا مستمرين معاه. كل سنه وانت طيب يا محسن. وانت طيبه وكل عاده عليكم بخير. شكرا لحضرتك. شكرا لحضرتك. مولدنا دايما هتنور ونلف في الحاره ندور على الاهالي نهنيهم وهم يدونا العاده ونشتري شمع زياده نولع الفوانيس بيهم. مظاهر كتيرة بتزين أي بيت في مصر في رمضان ومن ضمن التفاصيل اللي بتبقى موجودة في البيوت هو شغل الخيامية أو شغل السيناوي العربي اللي موجود في المفروشات عشان نحس ببهجة رمضان اللي هي برضو بتبقى متطرزة بشكل كبير جدا بشكل فوانيس هلال النجوم الأشكال اللي معروفة كده في شهر رمضان الكريم. كل سنة وحضراتكم طيبين. احنا هنا في نقدر نقول كده ايه خيامية موجودة بألوان كتيرة جدا جدا من الشغل السيناوي العربي اللي موجود في المفروشات سواء كانت بقى مفارش سجاجيد مشايات ايا كانت التفاصيل او الاشكال اللي موجودة فيها لكن هي قطعة معمولة فنية يدوية بديعة ومصر الحقيقة ليها بصمتها الخاصة فيها. عم خالد كل سنة وانت طيب. كل سنة وحضراتكم طيبين وان شاء الله سنة سعيدة علينا وعليكم بإذن الله. ايه الشغل الرائع ده؟ ربنا يخليك. تسلم ايديكم. ربنا يخليك ان شاء الله يا فندم. بالنسبة للشغل ده كل الشغل ده يا فندم ان شاء الله من تصنيع ايدينا احنا. طبعا شغل يعني انتوا حضراتكم ليكوا ورش يعني بتشتغلوا فيه يا فندم من الصنعه ديت ابا عن جد. طبعا احنا متراثينها من جدي وطبعا والدي الحاج ساك وحلو الله يبارك له ويديله الصحه. الحمد لله مشهور يعني الحمد لله زي جنيه الذهب كده واحسن كمان يا رب دايما سمعته في الخير. ربنا يخليك. لو احنا بنتكلم في شغل الخياميه في رمضان طبعا شغل الخياميه ده خلينا نتفق مع خالد ان هو موجود طول السنه
يعني هو مش ليه موسم معين. لا بالنسبة لشغلنا دوت طول السنة طبعا. لكن في رمضان أكيد بيبقى فيه تطريز مختلف، شغل مختلف في الأشكال. أكيد طبعا. كلمنا عليه أكتر بقى. بالنسبة فندم للشغل بقى اللي بيجي في رمضان، يعني مثلا إيه، أنا بشكل عندي أكتر في البراويز بقى، الشغل بتاع رمضان الحلو ده اللي هي براويز بوجي ورمضان كريم والشمندات والسطرة العربي والفوانيس كمان. أنا شايفة مفارش فيها فوانيس، عندي في مفارش فوانيس. ده طبعا ده الإضافة بقى بتاع شغل رمضان. بس بالنسبة للشغل كل اللي انت حضرتك شايفاه دوت شغلنا طول السنة ان شاء الله شغالين فيه يعني. طب احكي لي بقى عن بصمتنا المختلفة جدا كمصريين في الشغل ده، شغل الخيامية نفسه، سواء كان في الألوان، في الطباعة، في التطريز، يعني احنا مميزين في ايه في ده؟ احنا فندم الحمد لله مميزين في شغلنا طبعا. دوت اول حاجه ده شغل مصري، صناعه مصريه 100% من اول الخيوط ومن اول طبعا تصميم. من اول الخيط من اول الخيط ان شاء الله. انا بجيب الفتله وبصنعها عندي وبصبغها وبعملها عندي في المصنع، بجيب بقى ان شاء الله التوب العربيه اللي تياب او بتاعه المصنع بتيجي على هنا، بطلعها الورش عندي بتتصنع بقى كل الكلام اللي انت شايفاه دوت، مفارش انترهات، شغل قواعد عربي، قواعد عربي، شغل مفارش ارضيات، اي حاجه ان شاء الله تخيلها موجوده عندي باذن الله يعني. طب وشغل رمضان بيبقى خاماته مختلفه ولا هي الخامات؟ اولا عندي شغل يدوي وشغل مكن اللي هو النسيج. طبعا اليدوي دوت بيبقى ليه زبون معين كده، بيبقى هو جاي بيسال على الشغل اليدوي. عندنا الشغل اليدوي دوت طبعا الحمد لله بكل تفاصيله وبكل الوانه وبكل مقاساته. بالنسبه للشغل دوت برضو ده الحمد لله رب العالمين عملنا بصمه حلوه كمان، يعني كحيل ادخلي كده على اي موقع على النت اكتبي بس كحيل هيظهر لك كل الشغل بتاعنا والحاجات الحلوه اللي انت شايفاها دي. وشغل مصري 100%. شغل مصري 100% طبعا في مصنع الحمد لله وفي ورشي وفي محلاتي هنا. معظم المفروشات اللي موجوده لرمضان بتبقى يدوي ولا بتبقى مكن؟ بيبقى ده وده، بس الاغلبيه بيبقى يدوي. يعني انا عندي مثلا الشغل انا بعمله كله الزبون اللي هو بيحب الشغل اليدوي. النهارده الزبون الحمد لله لما بياخد مني حته عارفه بيجي لي مثلا بعدها بثلاث اربع سنين يقول لي الله يبارك لك حاجتك لسه موجوده لحد دلوقتي عندي. هنا الاتقان بقى في الشغل، هنا الاتقان في الشغل الحمد لله، هو ده من كرم ربنا علينا يعني الحمد لله. كل سنه وانت طيب يا عم خالد. وانت طيب. رمضان كريم. رمضان كريم. الله اكرم. الله يخليك. وانت حضرتك طيب. ليل ويا نهار يا رمضان، وكبر وصغار يا رمضان. ليل ويا نهار يا رمضان، وكبر وصغار يا رمضان. بعد انتظارنا وشوقنا اليك جيت يا رمضان. تفاصيل مش هتعيشها ولا تشوفها الا هنا بس، فين؟ في مصر. مصر ام الدنيا. الحقيقة احنا حاولنا خلال الحلقة النهاردة وخلال فقرتنا النهاردة ان احنا بس نقرب من شوية تفاصيل متفردة متميزة مش هتشوفها غير في بلدنا هنا بس مصر. فوانيس، خيامية، اقبال ناس، زحمة، ستات، رجالة، اطفال مصريين جدعان بيحتفلوا وبيستقبلوا شهر رمضان الكريم. كل سنة وحضراتكم بألف خير.